قبل ما نروح نتكلم عن فقراتنا النهارده في برنامج الاشبال، حابب اتكلم عن مباراه الاهلي وصن داونز اللي انتهت بفوز النادي الاهلي 2-0. في البدايه بنبارك لاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني وكل جماهير النادي الاهلي، ولكن لسه عندنا شوط تاني مهم وشوط تاني اصعب وشوط تاني اقوى هيكون في جنوب افريقيا. لكن امبارح في دروس كبيره ودروس مستفاده جدا. انا امبارح واحد من الناس اللي رحت حضرت مباراه الاهلي وصن داونز في استاد القاهره. من هنا من برنامج الاشبال ومن قناه النادي الاهلي بنشكر كل المسؤولين على تنظيم هذه المباراه، بدايه من الامن. امبارح يعني الامن قام بدوره على اكمل وجه. سهوله في دخول ملعب المباراه، بدايه من التفتيش من بره، بعد كده بتقابل شباب بتاع شركه تذكرتي برضو اللي كانوا بيساعدوا في تنظيم او القائمين على تنظيم هذه المباراه. بتروح عند البوابه بتقابل شاب محترم بيعامل جماهير بشكل محترم، طلع الفان اي دي بتاعك، طلع تذكرتك، تروح بسهوله جدا تلاقي كرسيك في ملعب المباراه، ملعب استاد القاهره. فعلشان كده من هنا لما يكون في حاجه ايجابيه وحاجه جيده لازم نشيد بيها ولازم نبروزها ولازم نوضحها للجميع. بنشيد بدور الامن امبارح في مباراه الاهلي وصن داونز، وبنشيد ايضا بالقائمين في شركه تذكرتي على تنظيم هذه المباراه. ما شاء الله امبارح كان حضور كبير ومكثف من جماهير النادي الاهلي اللي هتكلم عنها بعد شويه، ان فعلا جمهور النادي الاهلي جمهور عظيم زي ما قال على الحلوه وعلى المره دايما على كل او على مر السنين.